اهي نوره جهزت. اوعى الصوره تطلع ابيض واسود، الصور دلوقتي كلها بقت بالالوان. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يحميكي انت واخوكي واختك. انا جاهزه. انا جاهزه يا معتمد. جاهزه ليه بالظبط؟ يو انت مش عايز تعملي باسبور، والباسبور عايز صوره، عشان كده هتاخدني تصورني؟ لا، ما مش هينفع تصوري بالشكل ده. الله، مالها يا ابني؟ ما هي زينة الصبايا اهي، وشكلها يشرح القلب الحزين. يا ست سميحه، احنا مسافرين السعوديه. السعوديه مش اوروبا ولا امريكا. يعني ايه؟ يعني كل بلد وليها نظامها، وانت يا نواره سافره. ايه؟ في ايه؟ لا الا الشتيمه بقى. الله يا حماتي، سافره مش شتيمه. سافره تعني ان شعرها مش متغطي ووشها مكشوف. ده هناك، هناك في السعوديه تبقى تغطي، لكن دي صوره جواز سفر، يعني لازم تبقى طبيعيه. وبعدين جواز السفر ده كل البلاد. برضك مش هيحصل حاجه لما تتصور وشعرها متغطي. محجبه يعني؟ نواره، مفيش ست في السعوديه الا ما تكون منقبه او محجبه. خلاص خلاص يا بنتي، كانك رايحه تعملي عمره او تحجي. يعني ايه ياما؟ يعني انا هطلع معاكي البسك اللبس اللي يمشي في السعوديه والكويت واموم الخليج. يلا. اتفضلي استريحي. باسبور؟ ها ان شاء الله. ان شاء الله. طيب استاذنك ابدأني فوق. قول لي بس انت عايز ايه وانا اعمله لك. ابدأني فوق شويه كده. تمام. استاذنك توسع. ابتسامه خفيفه. واحد اتنين. وبعدين المخرج قاعد يزعق ويقول ستوب ستوب، والراجل الكومبارس ده ماسك الفخده ومش عايز يسيبها عمال يعضعض فيها. انت بتضحك على ايه؟ دي قصه ماساويه. اللي بتحكيه ده شيء يقطع القلب. ناس عايشه في فقر وحرمان، اكلتها طول العمر ما بتتغيرش، بصاره فول كشري حتى الخضار ارديحي. واحد عاش طول عمره بيحلم باكله حلوه، ولما جات له الفرصه وشافها بعينيه ايده طالتها، بس ما لحقش يتهنى بيها. عندنا في المثل بنقول الفقر يورث الكفر، وسيدنا علي بن ابي طالب قال لو كان الفقر رجلا لقتلته، وابو ذر الغفاري قال اذا ذهب الفقر الى مكان قال له الكفر خذني معك. ياه، حضرتك تعرف حاجات كتير قوي. انا اول مره اسمع الامثال الحلوه دي. لا حول ولا قوه الا بالله يا ابني. انت طالب في كليه الاداب، يعني المفروض يبقى عندك ثقافه. الكلام اللي سمعته مني ده ما فاتش عليك قبل كده؟ يمكن فات، بس انا ما خدتش بالي منه. وانتي مفيش اخبار عن المحروس الولهان؟ شكله كده مش ولهان. ايه اختفى؟ عارف ان انتي صعبه عليه وانك انتي محترمه ومتربيه بيت محترم. يا ماما محدش عارف ظروفه ايه، بس انا بقول يعني جدع ده باين عليه مؤدب وحسيس زياده عن اللزوم. ده اول ما عرف ان انا خارجه معاه باذن منك كان في نص هدوم. يا سلام، في نص هدومه ليه؟ كان فاكرك بيضة هيسرقها من عيشة الفراخ؟ هو له نظرية تانية، خايف يعني لنظن ان التسهيلات اللي عملها لنا في كهربة العربية كانت سكة يعني عشان يقرب مني. وماله؟ عداه العيب؟ على الأقل شافك في بيتك مش زي البهيم جوز أختك وعملته السودة اللي عملها عشان يوصل لأهلها. الخلاصة يعني الكسوف عنده بزيادة حبتين بيختشي. طب والله كويس ان في حد الايام دي بيختشي.
على العموم لما تشوفيه قولي لي. هشوفه ازاي بس يا ماما؟ انا مكتومه جوه البيت كده كاتمه التليفون المدمس، لا بشوف حاره ولا شارع. خلاص نستنى لما يجي يقرا العداد. ماما مش تبي فاهمه يعني، لو هو بذات نفسه اللي جه قرا العداد النوبه الجايه يبقى نيته سليمه وقصده شريف، ولو ما جاش يبقى خلاص، يبقى ابن 60 في 70 زيه زي شبان الايام دي. انت عارفه البنت مهجه بنت خليل الكهربائي؟ عارفاه. عرفتي ابوها عمل ايه مع المنايل على عينه خطيبها؟ انا هعرف منين؟ ما انت عارفه يا ماما انا ماليش اختلاط بحد. لا انا هقول لك بقى علشان تعرفي ان شبان الايام دي اكترهم اندلوا ما عندهمش ضمير، والواحده لازم تفتش جواهم وبراهم قبل ما يخطوا خطوه جوه البيت. يا ماما هو سي احمد دخل عندنا بمزاجنا؟ ده كان داخل يشوف شغله صدفه يعني. المهم شوفي بقى خطيب مهجة عمل ايه. عمل ايه؟ هو بسم الله ما شاء الله عليه، يعني هو كان معاه شهاده كبيره زي اللي هياخدها عاطف اخوك ان شاء الله، وكان عليه القيمه كده زي نجوم السيمة. دخل خطب البيت بدبلة وقراية فتحة، وعلى الحال ده سنتين وهو كل أسبوع يروح 3 مرات، مرة بالنهار ومرة بالليل، بالنهار يعني غدا وبالليل يعني عشاء، وخالتك أم مهجة تعمل المحمر والمشمر والمسبك. إنه يتحرك خطوة واحدة بس ناحية الجواز أبداً، وكل ما يختلب البيت كان بيمد ايده عليها يضربها. ضرب ايه؟ حاجات عيب كده. المهم سي خليل دخل عليه والنطع ده كان عمال يلغ، راح واقف كده وبصص له وقال له بقول لك ايه، انت بقالك سنتين واكل شارب حابس، هتتجوز امتى؟ راح قايل له قريب. راح سي خليل كده بصص له والنطع ده كان معاه ورك بطه، راح خطف منه ورك البطه، قال له قوم يا ابن الكلب ده اخر ذاتك عندنا، وراح ماسك سلطانيه الملوخيه ضلقها على راسه. ماما انت بتحكي لي الحكايه دي ليه؟ الواحده ممكن تزعل في حاجه في ايديها وتروح منها، لكن حاجه ما جاتش من القصر تزعل عليها ليه؟ الجدع ده ممكن يكون اصيل وابن حلال، وممكن يكون من عينه خطيب مهجه. فهمت اللي في دماغك يا ماما. بصي يا حبيبتي انا مش عايزه من الدنيا اكتر من انك تحبي وتتحبي. في ايه يا مشايخ؟ دوست معتمد استغنى عن الورشه ولا ايه؟ ما بقتش تلزمه عم الحاج. وناويين عليه باذن الله؟ حاجه باذن الله هتبسط الناس كلها عم الحاج. النشاط هيتغير يا عم مرسي، الرجل هتزيد في الحاره. ابسط يا عم، ربنا يصلح الاحوال ويوفق الجميع يا رب. الحكايه يا شوش؟ حكايه يا كروان، ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا هفضل قاعده حاطه ايدي كده على خدي لحد